مهما تغرب وابتعد انت على بالي، انت الحبيبة الغالية يا زهرة امالي. كل ما طريت بغربتي حنيت وزادت لهفتي، كل ما طريت بغربتي حنيت وزادت لهفتي. صدق الحبايب غالية بس الوطن غالي، صدق الحبايب غالية بس الوطن غالي. يا بلادي يا بلادي يا موطن أجدادي، يا بلادي يا بلادي يا موطن أجدادي. قومي وعزك عزنا يا بلادي يا بلادي، قومي وعزك عزنا يا بلادي يا بلادي. الرابعة والناس يأتيكم برعاية زيت الشعر ضالخة برينجا، إنه حقا فعال. سانفورد للإلكترونيات والأجهزة المنزلية، نلمس حياتك في كل يوم. بطاقات الخصم والائتمان من بنك الإمارات دبي الوطني. عالم فيراري أبو ظبي، حرر شغفك. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم الراديو والتلفزيون الإمارات العربية المتحدة من عجمان. يسعدني أن ألتقي بكم لهذا اليوم الاثنين الثلاثين من صفر لعام 1436 هجرية، الموافق 22 من ديسمبر لعام 2014 والرابع والناس. ومن الآن وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر إن شاء الله نتواصل معكم خلال هذا البرنامج، ورقم هاتفنا هو 600551610، ومن خلال رسائل النصية القصيرة على 7009. ونرحب بكل مشاركاتكم، يا هلا وسهلا فيكم. إلي عبد العزيز خليفة العنزي، صبحون عليكم بالخير، ويتمنى لكم قضاء وقات سعيدة ومتعة إن شاء الله من خلال ما يقدم من شبكة راديو تلفزيون الإمارات العربية المتحدة من عجمان، ومن خلال ما يقدم من هذا البرنامج. نتواصل مع أخبارنا المحلية، حيث بعث السيد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه برقية التهنية لصاحب الجلالة إيكوهيتو إمبراطور اليابان بمناسبة عيد ميلاد جلالته. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله ورعاه برقية التهنية مماثلة لصاحب الجلالة إمبراطور اليابان، وهنأ الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد العام للقوات المسلحة ببرقية مماثلة لإمبراطور إيكوهيتو بعيد ميلاد جلالته. ايضا اكد سيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدوله رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله ورعاه خلال تقديم واجب العزاء في الشهيدين الملازم اول طيار سيف بن خلف بن سيف الزعابي والملازم اول طيار عبد الله بن علي الحمودي ان ارض دوله الامارات ولاده بالشباب من الجنسين الذين هم على استعداد تام للتضحيه من اجل وطنهم وعزته وكرامته واستقلاله. وفي مصر نقل معالي محمد بن خير الظاهري سفير الامارات بالقاهره تعازي صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظ الله ورعاه وأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظ الله ورعاه والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد العام للقوات المسلحة وتعازي جميع الشعب الإماراتي لأسرة الشهيد المصري نقيب جوي إبراهيم علي الحداد. هنأ سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة حفظ الله ورعاه مخيم الأمل باليوبيل الفضي على تأسيسه وثمن ما حققته على مدى 25 عاما بتبني الطاقات الإبداعية وتطوير القدرات للعديد من الأبناء من ذوي الإعاقة. وقال سموه حرصت منذ أن تشرفت بحمل أمانة المسؤولية على أن طبعا يكون الإنسان بهذا البيت الكبير محور أهدافنا وبرامجنا. في غضون ذلك شهد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد الشارقة صباح أمس احتفال المدينة بيوبيلها الفضي. أعلن الدكتور عبد الله بن فضل النعيمي مدير منطقة رأس الخيمة الطبية أنه سيتم افتتاح مستشفى الشيخ خليفة الجديد بشكل رسمي الشهر المقبل، مما سيقلل الضغط على المستشفيات الأخرى، مشيرا إلى أن المستشفى صرح طبي عالي المستوى يقدم خدمات تشرف على إدارتها شركة كلية متخصصة في الأطباء من الأطباء والفنيين.
رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بنجاح مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز عهد المملكة العربية السعودية وبمساعي الأخوية لصدع في العلاقات بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر، واعتبرت أنها تشكل بداية مباركة لمرحلة جديدة. أيضا بحث الملك عبد الله الثاني عهد المملكة الأردنية الهاشمية وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الجهود المبذولة للتصدي لخطأ الفكر المتطرف والتنظيمات الإرهابية على أمن واستقرار المنطقة وشعوبها، وما يتطلب زيادة مستويات التعاون والتسهيل. كشف الدكتور المهندس عبد الله بن حيف النعيمي وزير الأشغال العامة أنه إن معدل تنامي شبكة الطرق الاتحادية بلغ نسبة 35% حتى العام 2014، حيث تعمل الوزارة على تطوير شبكة الطرق الاتحادية متكاملة وتستند إلى أعلى معايير الجودة والسلامة والاستدامة لدعم تنمية دولة الإمارات التي بدورها تشكل لبنة من لبنات رؤية الإمارات 2021 من لبنات عفوا الإمارات 2021. جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدتها الوزارة أمس في مقر ديوان الوزارة بدبي تحت عنوان استراتيجية الطرق الاتحادية إنجازات عالمية ورؤية تنموية، حيث تطرق وزير الأشغال العامة خلال شرح مفصل لاستراتيجية الطرق تهدف لدعم استراتيجية التنمية الشمولية لدولة الإمارات العربية المتحدة. أيضا دشن الفريق ضاحي بن خلفان بن تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي المشروع الإبداعي الجديد مختبر الإبداع المتنقل الذي يعد الأول من نوعه عالميا تعزيزا لمفاهيم الإبداع التي تبنتها رؤية الحكومة الرشيدة من تقديم الأفكار الإبداعية ليكون لها صدى كبير في فعاليات دولية وضمان الارتقاء بالدولة إلى مصاف أفضل الدول عالميا بحلول العام 2021، وذلك طبعا في مبنى القيادة. وقال الفريق الفني أن مشروع مختبر الإبداع المتنقل جاء نتيجة لجهود الإدارة العليا في شرطة دبي لإيجاد بيئة ملائمة مشجعة على الإبداع من خلال الثقة بوجود العقول المبدعة التي يمكن أن تسهم في عمليات التطوير والتحسين بزيادة الإنتاجية وتقليل النفقات التي بدورها تضمن زيادة القيمة المضافة وإرضاء العملاء. أيضا انطلقت مساء أمس الأول أعمال مؤتمر الشيخ زايد العالمي الثاني للسلام تحت شعار نهضة العالم من خلال السلام، والذي يعقد ضمن فعالية المؤتمر السنوي 37 لجامعة مركز الثقافة السنية الإسلامية في كالكوت في ولاية كيرلا الهندية. أيضا أعلنت وزارة التربية والتعليم عن حاجتها لاستقطاب خبراء تربويون للعمل بوظيفة خبير في مجالات القياس والتقييم التدريب المناهج وفق عدد من الشروط والمؤهلات والمهارات المطلوبة والمشار إليها على موقع الوزارة الإلكتروني. وأكدت أن كل من يرغب في الالتحاق بإحدى الوظائف المشار إليها ينبغي له أن يكون مستوفيا للشروط المطلوبة والتقدم بطلب إلكتروني على موقع الوزارة اعتبارا من يوم أمس ولمدة 15 يوما، ويتعين على الشخص الراغب في العمل في وظيفة خبير القياس والتقويم أن يتمتع بمسؤوليات وواجبات متخصصة، وهي أن تكون لديه القدرة على بناء الخطط التنفيذية للمبادرة الاستراتيجية والتشغيلية المتعلقة بإدارة التقويم والامتحانات. أما وظيفة خبير التدريب فينبغي أن يتولى الشخص الراغب في العمل عددا من الواجبات والمهام تتمثل ببناء الخط أو الخطط عفوا التنفيذية للبرامج التدريبية وإعداد البرامج التدريبية المتخصصة في مجال المناهج والاختبارات الوطنية والدولية وبرنامج تأهيل الكوادر التدريبية وتصميم قاعدة بيانات العمل. أيضا أفاد الدكتور عصام بن فرج ظهير منسق مركز دبي للثلاسيميا أنه لا يوجد بالدولة قاعدة بيانات لمرضى الثلاسيميا باستثناء الموجودين في مركز الثلاسيميا في دبي وعددهم 58 مريضا، وتشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 45% من المرضى مواطنون والبقية من الجنسيات المقيمة بالدولة. وأضاف أن المركز بحاجة إلى جهاز رنين مغناطيسي بمواصفات معينة لقياس مستوى الحديد في القلب والكبد، ف تسربه يمثل خطورة كبيرة على مريض الثلاسيميا، وقد أوجدنا حلا جزئيا لهذه الإشكالية في دبي حيث دعمتنا هيئة الصحة بدبي في هذا الموضوع بطريقة غير عادية، وحاليا يتم التوفير في الإمارات الأخرى، لكن بشكل عام في جميع دول العالم يكون هناك ضغوط على الرنين المغناطيسي سواء حالة الطوارئ أو الحوادث أو غيرها. تحقق شرطة الشارقة في واقعة أقدم عليها شاب خليجي على هتك أرض سيدة من جنسيته بمصعد أحد المراكز التجارية في الشارقة. وفي التفاصيل أن الزوج كان ينتظر زوجته في الطابق الأرضي بالمركز وبرفقته شقيقها، وإذا باتصال يأتي منها تخبره بوجود شخص معها بالمصعد يتحرش بها، فاستعد رجلان لاستقبال المتحرش عند باب المصعد ووجه له اللكمات حتى وقع مغشيا عليه وتم إسعافه وأرسل إلى مستشفى القاسمي. وأفادت الزوجة في شكواها بمحضر الشرطة أنها تعرضت لهتك عرضها من قبل الشاب الذي أتبعها، ومجرد صعودها للمصعد صعد معها وما هي إلا لحظات حتى فاجأها بالتحسس على جسمها، حيث أنها قومت حتى
يكمل فعلته الشنيعة وبادرت الاتصال على الفور بزوجها، وأضافت أنه لم يدرك الموقف الذي وضع نفسه فيه، فما أن وصل المصعد إلى الدور الأرضي وفتح بابه حتى واجهه شيئا لم يواجهه في حياته، وإذا بزوجها وأخيها يقفان أمامه ويمسكان به ويوقعانه أرضا، وقام بعد ذلك باستدعاء الشرطة للتحقيق في الواقع. قال محللون ماليون أن دخول السيولة من قبل مؤسسات مالية وعودة المستثمرين للشراء مكن سوق الأسهم المحليين من مواصلة مسيرة صعود القوي الذي بدأ نهاية الأسبوع الماضي، ولتحقق أسعار معظم الأسهم القيادية ارتفاعا بسبب قاربة الحد الأقصى في أول يوم تداول للأسبوع الجاري. وأوضح المحللون أن العوامل التي كانت تضغط على الأسعار وأهمها عمليات البيع العشوائي للأسهم وكذلك عمليات البيع الجبري من أجل استدعاء الهامش انتهت، ولذا سيكون من الطبيعي أن تحدث الارتفاعات بنسب كبيرة أو خلال وقت قصير تماثل الانخفاض التي طبعا حدثت أو الانخفاضات التي حدثت، متوقعين أن يزول الارتباط بين أداء أسواق الأسهم وأسعار النفط تماما بعد الإعلان عن نمو نتائج أعمال الشركات المصدرة للأسهم وزيادة أرباحها في فترة مالية تالية. و ربحت القيمة السوقية أمس 39.68 مليار درهم جديدة لتصل إلى 728 مليار درهم بحسب بيانات هيئة الأوراق المالية والسلع، التي أكد ارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالي أمس بنسبة 5.7% إلى مستوى 4580 نقطة وفقا للبيانات طبعا إدارة سوق دبي المالي. فقد حقق المؤشر العام للسوق ارتفاعا بنسبة 9.88% أمس لتصل نسبة ارتفاع مؤشر السوق في يومي تداول فقط إلى 22.86%، فيما أكمل مؤشر سوق أبوظبي مسيرة صعود ارتفع بنسبة 3.99% أمس لتبلغ نسبة ارتفاع مؤشر السوق في يومي التداول فقط 11.44%. أيضا الغلاء والتفكك الأسري والمخدرات أبرز أسباب الظاهرة، لجنة في الوطني تدعو إلى عقوبات غير جنائية للعنف الأسري. وقع سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة ورئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية اللواء ركن طيارة الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد الهيان مذكرة تفاهم بين القيادة العامة للقوات المسلحة وطيارة الإمارات بشأن التعاون في مجال تقديم الدعم لمشروع الخدمة الوطنية والاحتياطية. وجرى توقيع مذكرة تفاهم التي تجسد دعم مجموعة الإمارات لبرنامج الخدمة الوطنية والاحتياطية في المقر الرئيس لمجموعة الإمارات بدبي. وأعرب سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم عن فخره بالحماس والالتزام الذي أبداه شباب الإمارات عامة تجاه برنامج الخدمة الوطنية والاحتياطية. وقال سموه يسعدنا أن نسهم بدورنا في دعم برنامج الخدمة الوطنية الذي يعزز روح الانتماء وحب الوطن لدى شباب الدولة، كما يطور قدراتهم ويخلق لديهم مهارات يستفيدون منها في حياتهم العملية وتنعكس إيجابا على المستويات التي يعملون أو المؤسسات التي يعملون فيها بعد عودتهم لممارسة مهامهم الوطنية. من جهته نوه اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان باهتمام سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم الذي يصب في نجاح هذا المشروع الوطني، مؤكدا لطيران الإمارات جهودا وإسهامات طبعا في تنظيم آلية التحاق كوادرها بالخدمة الوطنية، مشيرا إلى الناحية الإيجابية التي سيحصدها موظفو طيران الإمارات الملتحقين في الخدمة الوطنية والاحتياطية التي تصب في مصلحة الوطن. ايضا اصدر سيدي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الاعلى للاتحاد حاكم اماره عجمان حفظه الله ورعاه المرسوم الاميري رقم 12 لسنه 2014 بتعديل قانون خدمه العسكريين المحليين في الاماره، ونص المرسوم في مواد على تعديل الماده الثانيه من المرسوم الاميري رقم 7 لسنه 2009 لتصبح يحذف تعريف عباره دائره حكوميه ويستعاض عنه بالتعريف يقصد بها أي من القيادة العامة لشرطة عجمان والإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان وأي دائرة أو مؤسسة وهي حكومية أخرى يتم تعيين عسكري فيها على موازنة حكومة الإمارة، كما يحذف تعريف عبارة الإدارة العامة ويستعاض عنه بدائرة المالية ويقصد بها دائرة المالية التابعة لحكومة عجمان. كما نص المرسوم على أن تحذف المادة رقم 89 من المرسوم الأميري رقم 7 لسنة 2009 ويستعاض عنها بالمادة التالية تحدد اللائحة التنفيذية المستحقات المالية التي يحصل عليها العسكري المواطن عند انتهاء خدمته لدى حكومة الإمارة واعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.
تلغى النظم والقرارات والأوامر والتعليمات الإدارية السابقة التي تخالف أحكام هذا المرسوم. ثلاث مواقف على جانبي القناة ومحطة كبرى تخدم الرحلات عبر المدن ومعرض أكسبو 2020. خمس محطات للنقل البحري لخدمة قناة دبي المائية. أكد المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات على فيها الطرق والمواصلات في دبي الدكتور يوسف العلي أن وسيلة النقل البحري من أهم وسائل المواصلات العامة التي سيتم تسخيرها لخدمة قناة دبي المائية، مشيرا لأنه سيتم نشر خمس محطات للنقل البحري على طول قناة دبي المائية ابتداء من المنطقة القريبة من جسر شارع الشيخ زايد حتى مخرج القناة من طبعا طرف جميرة، ويبلغ طول قناة دبي المائية 3 كيلومترات بعرض يراوح بين 80 و120 متر، تمتد في منطقة الخليج التجاري لتعبر شارع الشيخ زايد بين تقاطع الصفا والتقاطع الأول، وتمر أيضا بحديقة الصفا إلى شارع الوصل ومنطقة جميرة الثانية وصولا إلى بحر الخليج العربي، وتحديدا عند حديقة شاطئ جميرة التي سيتم توسعتها بنسبة 25%، كما سيتم تمديد الشاطئ العام التابع لها. نتواصل بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا. بوليوود، الخير والشر وجهان لعملة واحدة، وجه تطغى فيه الأحزان على الأفراح، ووجه آخر يكشف ما في النفوس من جراح. في بوليوود تتحاكى القلوب بكل اللغات وتعبر عن ما في العالم من آهات، وفي بوليوود ترى الحياة بكل ألوانها، من أفلام الأكشن إلى الدراما، ومن الكوميديا إلى الرومانسية. بي فور يو، أروع ما في بوليوود. بي فور يو أفلام، أفلام تعيشها. افتح الباب إلى عالم من الفخامة الفائقة، دلل أحاسيسك بتصميم الجلد الأوروبي الفاخر، أغمر أحاسيسك بالصوت المسرحي الرائع، وانظر إلى العالم من حولك. لا، هذا ليس منزل أحلامك، بل لينكن MKZ الجديدة الفخمة. امتلك الآن ابتداء من 120,000 درهم مع تأمين وخدمة مجانيتين. لتجربة قيادة لينكن MKZ تفضل بزيارة الطائر للسيارات أو بريمير موتورز، أو اتصل على 800 موتورز. تطبق شروط. أنا كصاحب عمل صار توسيع الأعمال بالنسبة إلي حلم، لازم وظف ناس أكتر، اشتري معدات جديدة، يا ريت عندي فلوس أكتر لكبر أعمالي. اعتمد على الإسلامي لتمويل الأعمال التجارية من بنك دبي الإسلامي، واحصل على مبلغ يصل إلى 2.5 مليون درهم بكل سرعة وسهولة. استمتع أيضا بخيارات مرنة للسداد تصل إلى 4 سنوات. اتصل ب 04-609-2525 أو تفضل بزيارة dib.ae. تطبق الشروط والأحكام. ياكم الغواص من دار غاص، ويا بدانا بوسط محارة، مطعم ومطبخ الغواص من الإمارات أبحر من تايلند. وصلت أخبار مع الهولو واليامان، ظهر غواص ويا بحارة. الغواص لتلبية جميع البوفيهات والحفلات الخارجية. www.gawas.com، الفرع الرئيسي، منطقة الزهراء في عجمان. للحجز والاستفسار يرجى الاتصال على 052-982-8424، فرع النعيمية عجمان، فرع أبوظبي منطقة الشهامة الجديدة 02-566-8821، مطعم ومطبخ الغواص، فرع بانكوك، وقريبا في إمارة رأس الخيمة. افرش بيتك وأنت في بيتك يقدمها أوبشنز للمفروشات مع تخفيضات تصل حتى 69% على كافة المعروضات. زورونا في دبي شارع زعبيل أو اتصلوا على 800-678-4667. الرابعة والناس يأتيكم برعاية زيت الشعر دولي خابرينجا، إنه حقا فعال. سانفورد للإلكترونيات والأجهزة المنزلية، نلمس حياتك في كل يوم. بطاقات الخصم والائتمان من بنك الإمارات دبي الوطني. عالم فيراري أبو ظبي، حرر شغفك. أجدد لكم التحية مرة أخرى مستمعين الكرام مشاهدين الكرام، ونتواصل معكم ويا هلا وسهلا فيكم من راديو رابع الموجة 107.8 من الإمارات العربية المتحدة من عجمان. خليفة، ليش إبراهيم زعلان؟
اشتكى لك ما اي تقرير عطنا تقرير غلط تقرير شو ما مشكلتك انت ما مشكلتك انت ليش اشتكى لك انت والله خاف مشكلتك اخاف مشكلتك انت قال ما محصلين حد الا خليفه يقول انا مثل ما يقولون الحيطه المايله اي حد يغلط يفرون عليه مسجد معلش تحمل يا ابو دعي شو بتسوي ايضا وجه الفريق سمو الشيخ زيد بن زايد ال نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخليه بتخصيص 50% من مقاعد دبلوم التميز في خدمه المتعاملين للشركاء من موظفي الوزارات الاتحاديه والمؤسسات والهيئات المحليه في دورته الثانيه. جاء ذلك في كلمه لسموه خلال حفل تخريج الدفعه الاولى من برنامج دبلوم التميز في خدمه المتعاملين الذي اقيم امس بنادي ضباط الشرطه بابو ظبي بمشاركه 376 موظفا من مختلف القطاعات الشرطيه. منهم 351 اجتازوا متطلبات الدبلوم بنجاح و38 منتسبا من مراكز تقديم الخدمة التابعة ل13 وزارة وهيئة ومؤسسة اتحادية. وأكد سمو الشيخ سيف حرص القيادة العليا على توفير الرفاهية والرخاء للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة وحثها على التعامل مع الجمهور بصورة حضارية وأن يكون أبناء الوطن في مقدمة وواجهة مقدمي الخدمات المتعاملين وفقا لرؤية الإمارات 2021 التي تهدف إلى رفعة مكانة وسمعة أبنائها لتقديم صورة مشرقة عن الدولة. أيضا 30,000 مخالفة عبور خاطئ لمشاة خلال العام الجاري وفاة شخص بحوادث مرورية طبعا ودهس في دبي. ايضا تعتزم تنفيذ توزعة جديدة في ابن بطوطة العام المقبل. الاخير تطلق مشروع جزر ديرا مول بمليار و700 مليون درهم، حيث اعلن شركة النخيل العقارية امس عن طرح مشروع مركز التسوق جزر ديرا مول للتنفيذ بكلفة طبعا كلفة انشائية تصل الى نحو مليار و700 مليون درهم وعلى مساحة 4 ملايين قدم مربعة، مشيرا الى المشروع الجديد سيضيف الى السوق مساحات طبعا تجزئة قابلة للتأجير تقدر بنحو طبعا مليونين وثمانمائة ألف أو اثنين مليون واثنين مليون قدم مربع. أيضا الرئيس أو رئيس مجلس الإدارة ورئيس مجلس إدارة شركة علي بن راشد البوتا يقول أن المشروع الجديد الذي يقع على شواطئ جزيرة ديرة سيضم نحو 9,000 موقف سيارات ومساحات طبعا المتجزئة والترفيهية والمطاعم، متوقع أن يصبح المشروع أحد أهم وجهات التسوق في دبي عند استكماله. أيضا هني السعودية تؤكد أن سياساتها النفطية تقوم على أسس اقتصادية بحتة خبراء الإنتاج غير المسؤول وتراجع الطلب وراء انخفاض أسعار النفط. هني وزير الطاقة عندنا معالي سهيل مزروع يقول على الرغم من التحديات الا ان الامارات لديها الثقه الكامله بان قرار منظمه اوبك بالحفاظ على سقف الانتاج كان صائبا واستراتيجيا. ايضا التباطؤ الاقتصادي قد يدفع البنك الدولي الى تعديل توقعاته عن النمو العالمي، دول الخليج لديها مخزون نفطي كاف واحتياطي نقدي كبير. اللهم بارك الحمد. هني الخبراء ايضا يتوقعون يقول لك الازمه التي تشهد اسواق النفط يقول لك يمكن تستمر في عام 2015، لكنها يقول لك من المحتمل ان تشهد مجالا للصعود على المدى القصير. قررت إدارة الإصلاح الأسري في محكمة أم القيوين تكثيف البرامج الإرشادية يقول لك لمعالجة الظواهر طبعا لمعالجة الظواهر المخلة بالتوازن الأسري.
وفي حوار مع الرؤيا أوضح الباحث والمحكم الأسري في محكمة المقيوين يوسف محمد شحين هذه البرامج يقول تأخذ في إسبانيا أحدث ما توصلت إليه البحوث العلمية والمجتمعية الرامية إلى الحفاظ على التماسك الأسري، وذكر أن الإدارة تسعى إلى رصد الظواهر الاجتماعية ومعالجتها عبر برامج تنسجم مع احتياجات المجتمع باستخدام التقنيات الحديثة للوصول إلى جيل الشباب من المتزوجين الجدد، وهي طبعا الفئة الأكثر عرضة للمشاكل الزوجية. هارون وين دوم؟ موجود هارون؟ اليوم هارون راسم واحد من اللي يبتدون يتدرجون، وهذا عنده معاملة، ما أدري معاملة شو يقدم على وظيفة ولا شو ما أدري. المهم عنده مكتب صغير، وهاك اللي وراء مكتب أكبر وحجمه أكبر، واللي وراء بعد مكتبة أكبر وحجمة أكبر، واللي وراء بعد عاد هذاك البوس مولح مكتبة وايد واصل الصيف. أظن المعاملة إذا عندك معاملة قصدة وتبغي تتوظف لازم تمر على هذه لك كله. الله يجيك. علي العمودي اليوم بجريدة الاتحاد صباح الخير يقول سباعية دبي 2021، فيقول شهدت دانة الدنيا مؤخرا حدثا مميزا في دلالته وطريقة إعلانه بإطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظ الله ورعاه خطة دبي 2021 وما تتضمن من أهداف عظيمة عالية التطلعات مليئة بالتحديات، كما قال سمو في رسالته لحضور حفل الإطلاق على الشاطئ السياحي بالجميرة الذي تقدمهم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي، وأكد سموه في رسالة تلك على تحقيق المستقبل الأفضل لأبناء الإمارات ومشددا على الوصول للهدف بهم ومعهم لأنهم ببساطة عشاق المركز الأول. تميز الحدث في دلالاته فيجيء في توقيته، فبينما تعيش بعض الاقتصادات بما فيها العالمية حالة ذعر أثر الانخفاض الحاد في أسعار النفط تطلق الإمارات مبادرات تلو الأخرى لأجل المستقبل الأفضل والغد الزاهر وتعزيز رخاء ورفاهية الإنسان فيها، وهو ليس بالجديد عليها فقد نفذت مشاريع عملاقة في ذروة انشغال العالم بالأزمة الاقتصادية التي عصفت بها. وما يميز تطوير دبي 2021 التي استغرق العمل فيها 12 شهرا إنها صنع محلي، وكانت رسالة الإعزاز بدور الكوادر المواطنة فيها بعيدا عن الشركات الاستشارية التقليدية، وتجلى ذلك في رسالة شكر شخصية لولي عهد دبي لعشرات الموظفين المشاركين في إعداد الخطة ذات المحاور الستة، وتحدد طبعا الإطار العام للعمل خلال 7 سنوات المقبلة، والهدف دوما إسعاد الناس واستدامة الريادة. أما الدلال الأكبر والأشمل لإطلاق الخطة فهي انشغال الإمارات وقيادتها دوما بالمستقبل لأجل تعزيز مسيرة الخير والنماء على أرض إمارات العطاء بقيادة صاحب سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، ووطن دأبت قيادته بحنكة وحكمة على مواصلة نهج طبعا الخير والعمل الدؤوب من أجل إسعاد الناس والارتقاء بالإنسان وكل من زار هذا الجزء من عالمنا المضطرب يلمس ما تمثله من بقعة ضوء ومنارة نور وضياء في محيط طبعا محبط انتكس بفعل مغامرات المقامرين بالأوطان وأمنها واستقرارها والمتاجرين بالشعارات الجوفاء في مناطق عدة لذلك المحيط. سباعية دبي 2021 تؤكد مضي قيادة الإمارات بثقة واقتدار في مسار طبعا تفتديه أرواح أبناء هذا الوطن وهم يسجلون أروع صور التلاحم الوطني. علي العمودي جزاك الله خير يا أستاذ علي على هذا الكلام الطيب، وبالفعل الإمارات العربية المتحدة قيادة الإمارات العربية المتحدة الحمد لله دائما منشغلة الحمد لله رب العالمين بتطوير
هذا البلد وبتطوير العنصر المهم في هذا البلد وهو الإنسان. اللهم لك الحمد والشكر. نتواصل معكم مستمعين الكرام ومع هذا الموجز بعد قليل إن شاء الله. راديو الرابعة، راديو الرابعة، الإذاعة الوحيدة في الوطن العربي التي تأخذك في رحلة حول العالم. هنا الرابعة، أخبار العالم من 107.8 FM راديو الرابعة. السلام عليكم ورحمة الله. نشرة أخبار الساعة التي يصدرها مركز الإمارات الدراسات والبحوث الاستراتيجية تؤكد أن نجاح مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في التقريب بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية يمثل خطوة مهمة لها أبعادها التي تتجاوز الإطار الثنائي المصري القطري إلى الإطار العربي العام. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يبدأ زيارة رسمية إلى بيجين الأولى له إلى الصين منذ انتخابه رئيسا لمصر. في تونس حملة السبسي تعلن فوزه عقب إغلاق مراكز الاقتراع لجولة الإعادة لانتخابات الرئاسة وحملة المنافسه المرزوقي تعترض وتنفي الفوز. الجيش الإسرائيلي في إسقاط طائرة استطلاع تابعة له جنوب غربي سوريا. وفي سوريا أعلن مقتل 20 مسلحا من تنظيم داعش في هجوم على مطار دير الزور. في الجيش الأمريكي يقول أن طائرات التحالف شنت غارات جديدة على مسلحي داعش في سنجار شمالي العراق وفي مناطق أخرى في الرمادي وتل العفر والموصل وبيجي. في اليمن مصادر محلية تعلن مقتل 40 حوثيا في معارك مع رجال القبائل في أرحب شمالي العاصمة. في الاقتصاد التجارة الخارجية غير النفطية المباشرة للدولة ترتفع إلى 524.7 مليار درهم بالنصف الأول للعام 2014 مدفوعة بزيادة معدلات النشاط في القطاعات الاقتصادية كافة. تريليون دولار قيمة الأصول العقارية في الإمارات حسب تقرير اتش هولدينج انتربرايز. في الرياضة الشباب يستضيف العين مساء اليوم في مباراة مؤجلة على استاد مكتوم بن راشد في دبي لتحديد متصدر الدوري الخليج العربي. يوفنتوس يواجه نابولي اليوم على استاد جاسم بن حمد في نادي السد في قطر في نهائي كأس السوبر الإيطالية لكرة القدم. هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة تحدد يوم غد الثلاثاء آخر مهلة لتسليم الحيوانات المفترسة للهيئة وذلك تنفيذا لقرار صاحب السمو حاكم الشارقة بشأن حظر حيازة الحيوانات الخطرة والمفترسة في الإمارة. وأخيرا دراسة بحثية جديدة تحذر من أن التمارين الرياضية تؤذي أقدام الأطفال البدناء. كنتم مع الأخبار من 107.8 FM راديو الرابعة. واو واو دانكن دونتس الإمارات تقدم واو منيو واو القيمة. استمتع معنا بألذ دونتس طازجة وبشوبات في عرضنا الرائع منيو القيمة فقط 10 و15 درهم. اختر في كل الأوقات ما تفضله من قهوة دانكن الأصلية واللاتيه المنعش والقهوة المثلجة اللذيذة وأكثر من ذلك بكثير. والآن ماذا تنتظر؟ أسرع إلى أقرب فرع لك لدانكن دونتس الإمارات واستمتع بتذوق عرض منيو القيمة. دانكن دونتس الإمارات قهوة ودونتس وأكثر وأكثر بكثير. ماذا تختار مقابل 22 درهما في اليوم؟ فنجان قهوة؟ مجلة؟ وجبة سريعة؟ أو نيسان ميكرا بمحرك سعة 1.5 لتر؟ معقول؟ اشتري سيارة نيسان ميكرا من العربية للسيارات مقابل 22 درهما في اليوم مع سنة تأمين مجاني وخمس سنوات ضمان وتمويل 100%. كأنه الخيال، إنه الواقع يتجسد في صالات عرض العربية للسيارات. نيسان، إبداع يثير الحماس. صور السيلفي ما عم تجيب لايكات ابدا، يمكن لازم غير الكاميرا. المشكله مش بالكاميرا، شوف جبهتك الصلع بلش فيها. والحل؟ سيلفي هو الحل الوحيد لمشاكل السيلفي. استخدم زيت الشعر اندو لخبي عبوه سيلفي الجديده كل ما تمشط شعرك. ركز على منطقه تساقط الشعر وامسح الزيت حتى يوصل لفروه الراس حتى تضمن تغذيه الشعر بشكل اكثر فعاليه. عبوة سيلفي الجديدة من زيت الشعر اندوليخا برينجا متوفرة في جميع دول الخليج العربي. حلو الواحد يكون بوس، مكتب فخم، فلوس كتير، وتخبر الكل كيف لازم يشتغلوا. لك بدي ضلني أعلمكم على شغلكم. ويكون عندك ناس بيخلصوا الشغل عنك. الشغل كله تمام يا بوس. هذا الأسبوع رح يكون دورك تصير أنت البوس تبعنا. سنتر بوينت رح يعطيك الفرصة أنك تصير البوس تبع راديو الرابعة. فيك تختار من أجمل الأغاني العربية الجديدة يلي لازم تحطها على الهواء. وكمان سنتر بوينت عنده عرض هو البوس لكل العروض، خصم من 25% حتى 60% بفروع سنتر بوينت ومنها فرع سنتر بوينت الجديد بياس مول أبو ظبي. خليك أنت البوس مع سنتر بوينت، للعائلة والموضة وجهة واحدة. بس على الأولى راديو الرابعة. اسمعنا بس
راديو الرابعة. ثلاثة أسباب تجعل قرض السكن من البنك العربي المتحد الأفضل في الإمارات. أولا، أقساط شهرية منخفضة جدا وبفوائد تبدأ من 3.29%. ثانيا، لا رسوم تشغيل. ثالثا، تذكرة سفر مجانية إلى أي وجهة في أي وقت وعبر أي شركة طيران من خلال مكافآت البنك العربي المتحد. حول قرضك إلى البنك العربي المتحد الآن. اتصل على 800-474 أو قم بزيارة uab.homeloans.ae. تطبق شروط. البنك العربي المتحد، لننمو. البيت وخلصناه، باقي الأثاث والسيارة. خلها علي، عطني 200 درهم وإن شاء الله الأثاث والسيارة. مو بسيارة، سيارتين بعد، أنا بيبهم. ها كيف؟ ميجا مول. ميجا مول؟ غير حياتك وعد إلى بيتك بأكثر مما تتخيل. اربح جاكوار وافرش بيتك. في كل مرة تنفق فيها 200 درهم في أي من محلات ميجا مول سوف تحصل على قسيمة أهلك لدخول السحب على سيارتين جاكوار و100 ألف درهم مفروشات من 2XL. ميجا مول، حيث المتعة في التسوق. افرش بيتك وأنت في بيتك يقدمها أوبشنز للمفروشات مع تخفيضات تصل حتى 69% على كافة المعروضات. زورونا في دبي شارع زعبيل أو اتصلوا على 800-678-4667. شو جاهز؟ خايف شوي. أنا كمان. الله يستر. حسيت مثل ما أنا حسيت؟ الروعة! شعور ما بينوصف، هالشي كتير جديد. تعي خلينا نشوف أصحابنا وين. ياس ووتر وورد أبوظبي، حيث تروى المغامرات. احصل على بطاقتك السنوية الآن. لمعرفة المزيد ياسووترورد.com. الرابعة والناس يأتيكم برعاية زيت الشعر ضليخة برينجا، إنه حقا فعال. سانفورد للإلكترونيات والأجهزة المنزلية، نلمس حياتك في كل يوم. بطاقات الخصم والائتمان من بنك الإمارات دبي الوطني. عالم فيراري أبو ظبي، حرر شغفك. أجدد لكم التحية مرة أخرى مستمعينا الكرام، مشاهدينا الكرام، من خلال راديو الرابعة الموجة 107.8 من الإمارات العربية المتحدة من عجمان، ونتواصل معكم. ويا أهلا وسهلا فيكم. أيضا أخونا اليوم ناصر الظاهري بجريدة الأستاذ ناصر الظاهري بجريدة الاتحاد، كاتب يا الله يطول عماركم عن اللي هم سيكوريتي، هذه اللي وطريقة اختيارهم، وفي العمود الثامن بجريدة الاتحاد الصفحة الأخيرة، ويقول معنون العمود بحامي الحمى، يقول لك أوكلت مهام الحراسة للمباني العامة والسكنية والمتاجر الكبيرة لشركات الأمن الخاصة العاملة في هذا المجال ولا أضاض في ذلك، حيث أن العديد يقول من الدول المتقدمة طبقت هذا النظام من قبل، والتي استطاعت أن تثبت نجاحها باستخدامها أحدث المعدات والوسائل وباعتمادها على أفراد مؤهلين ومدربين تدريبا متقدما في أعمال الحراسة والمراقبة والإنقاذ وطرق الإسعاف الأولية. لكن هنالك فرقا كبيرا بين هذه الشركات هناك والعاملة هنا من حيث إمكاناتها المادية والبشرية، مما يجعلها غير قادرة على القيام بمسؤولياتها على النحو المطلوب، لأنها غير مؤهلة ولا معدة الإعداد الصحيح، سواء من الناحية البشرية أو امتلاك الأجهزة والمعدات الحديثة. وهذا طبعا مرده إلى التركيز على تحقيق الأرباح المادية
من دون النظر لنوعية الخدمة التي تقدمها للمجتمع، ومن دون تخصيص أي أموال من أرباحها لشراء المعدات والأجهزة وتدريب العاملين فيها وتطبيق الاحترافية في العمل. والأمر الآخر يعود إلى عشوائية اختيار العاملين، فعادة تعمل شركات الأمن على اختيار أفرادها من بين صفوف أولئك الذين يبحثون عن الإقامة وضرورة العمل والمجبورين لضيق الفرص وطوابير البطالة، فتنتهز هذه الشركات الظروف وتقوم باختيار أفرادها من بين هؤلاء الذين يبحثون عن طوق النجاة وبشروط قاسية وبعد اختبارات لا يسأل فيها المتقدم عن مؤهلاته أو خبراته، ويكتفي فقط بمعرفته لبعض الكلمات بالإنجليزية. إن الجريمة تتطور بتطور المجتمع، ولذلك تعمل الجهات المسؤولة والمهتمون بالأمر المتخصصون في هذا المجال بوضع الخطط والسياسات وابتكار الوسائل والأساليب الجديدة لمواكبة هذا التطور لحماية المجتمع. ومن واجب هذه الشركات متابعة ذلك وتدريب أفرادها بواسطة الخبراء في هذا المجال للمصلحة العامة، فلا يعقل أن نجد أغلب أفرادها لا يعملون لا يعلمون كيفية استخدام أبسط معدات الأطفاء، بل ولا يعلمون حتى أرقام الهواتف المهمة بالدولة أو الطوارئ، وبعضهم لا يقرأ ولا يكتب. وشركاتنا غير حريصة على تدريب وتأهيل أفرادها لإكسابهم الحس الأمني من أجل حماية الأرواح والممتلكات كما يشترط في شاغلي هذه الوظيفة، طبعا الأمانة والاستقامة، وألا يكونوا من الذين أدينوا في جرائم جنائية، ولا يمكن التحقيق مع ذلك من ذلك ولا يمكن التحقق عفوا من ذلك إلا بعد إحضار شهادات من جهات الاختصاص تفيد بذلك، مثلما أن العمل في هذا المجال يحتاج لأشخاص أصحاء ذوي لياقة بدنية عالية قادرين على العمل في كل الظروف ومجابهة الأخطار لإنقاذ الأرواح والممتلكات، ولا يمكن التحقق من ذلك إلا بعد إجراء الفحوص الطبية والتدريب الجسدي والنفسي Trust Security Map Uniform ووايلس وبس. وبالفعل هو السيكوريتي عندنا هنا لازم يكون عنده هذا وايرلس بس ولبس، هذا السيكوريتي. وتشوفهم وحليلا بعدين في بعض الشركات وين تجيب عسكريين، وين يجيبوا لك العسكريين؟ زكريا صباح الخير كيف حالك، يجيبوا لك عسكريين من باكستان هاي للمتقاعدين عمره 1000 حتى ما يروم ينشمن على الكرسي وحليلا، فيقول لك هذا السيكوريتي، والباجين كلهم حتى نفس العمليه خالي، لا يخصهم في السيكوريتي ولا شيء، ولكن مثل ما قال الظاهري يجيبون يا طويل العمر لان هذه لها امر خاص وبالفعل محتاجين لهذا العمل. لا وبعضهم شو يشغلونهم ويقول الإقامة والفلوس الإقامة وهذا والبطاقة الصحية وهذا كله عليك، فهو مضطر أي. وبعضهم يجيبهم يشغلهم يأخذ مقابل هذا، يجيبونه من بلادهم ويأخذون مقابل هذا، يأخذون فلوس عليهم، اللي يجيبهم المتعهد يأخذ عليهم فلوس، ويوم يوصلون لهم يقولون لهم كل شيء عليكم بعد، لكن مجبورين شو يسوون يشتغلوا لا بسيكوريتي خالي ولا لقى ولا يخصهم في السيكوريتي أي. ولو تنفخ عليه طار منك، وين السيكوريتي اللي برا خالي يروعك، تخاف منه أكثر من الشرطي يوم تشوفه أي. احنا وحليل المساكين وين بعدين الوادم عندنا اذا ما كان شرطي ما يحترمونه، مثلا تلقى السيكوريتي عند الباب يقول لك ممنوع الدخول، قال لا لبس ممنوع الوقوف، يوقفون ولا يسوون له مسالفه، يضرب انه ما يقدر يسوي شيء، ما عندي ما يقدر يسوي شيء مول السيكوريتي هي. الله يعينك على السيكوريتي، لو يسرقون المكان اللي فيه السيكوريتي يسرقونه كله والله ولا يتحرك، اول واحد بيشرد السيكوريتي اللي عندنا ما مؤهلي، ما دام ما الاطفاء صدق ما يعرفون يطفون، ما يعرفون ارقام الطوارئ وحليل مساكين، ولا يعرفون شيء ولا يفقهون شيء مساكين، جايبينهم كم واقفينهم تفق برز بس، اللهم سكيورتي مساكين الله يعينهم ان شاء الله.